زي ما بيعملوا اللي عليهم ليهم يعني حقوق وعليهم واجبات. خليني ارحب بضيوفي اللي منوريني النهارده في احتفالياتنا برضو بعيد العمال. يعني ابتدي بضيفي سياده المستشار ابراهيم فريد الازهري المستشار القانوني في النقابات العماليه باتحاد عمال مصر. اهلا بحضرتك. وايضا هو يعني والد حضرتك برضو الاستاذ ابراهيم الازهري، هو كان رئيس النقابه العامه للكيماويات وكان امين عام اتحاد نقابات عمال مصر. يعني الاسره في نفس المجال، الاسره كامله في نفس المجال. وارحب ايضا بضيفي اللي منورني الاستاذ محمد عبد ربه نائب اول رئيس النقابه العامه لعمال التجاره. اهلا بحضرتك ومنورنا، وكل سنه كل سنه وانتم طيبين. طيب بمناسبه يعني عيد العمال ومبروك على تكريمكم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس اللي قرب. طبعا مجموعه من الناس اللي ليهم بصمه وتاثير سواء العاملين او اللي اجتهدوا اللي كانوا بيجتهدوا على حقوق العمال و يعني بيشجعوا على قيمه العمل والتنميه. خليني ابتدي بمستشار فريد ابراهيم واسال حضرتك عن عمل والدك اللي تم تكريمه عليه بالامس. طبعا احنا كنا نتمنى ان هو ينورنا النهارده بس ظروفه الصحيه للاسف ما تسمحش. الف سلام عليه، ربنا يشفيه يا رب. هو انا كان الوالد دخل التنظيم النقابي من سنه 66 وفي شركه قرار الادويه رئيس لجنه نقابيه، وقعد على مدار 10 دورات يطلع الاول في انتخابات اللجان النقابيه، وبعد كده التحق بالنقابه العامه للكيماويات وتعدد فيها المناصب حتى اصبح رئيس النقابه العامه للكيماويات من عام 95 لغايه 2006. في سنه 2006 تم تصعيده كامين عام لاتحاد نقابات عمال مصر واستمر فيه لغايه عام 2011. فهو طول حياته هو مقضيها في العمل النقابي ولخدمه العاملين، لذا جه تقدير سياده الرئيس ليه في عيد العمال السنه دي، وكان من ضمن المكرمين. تمام. وحضرتك ايضا برضو استاذ محمد تم تكريمك بالامس طبعا، لانه يعني نتيجه للمجهودات اللي حضرتك بتقوم بيها لصالح العمال، فيعني اسمع برضو من حضرتك عن التكريم امبارح. اسمعني في البدايه ارحب بحضرتك وبرحب بقناه النهار اليوم. في البدايه بتقدم بالتهنئه للاخوه المسيحيين بمناسبه عيد القيامه، بتوجه لعمال مصر النهارده عيدهم. كل سنه وانتم طيبين وبالف صحه وبالف سعاده، والسنه الجايه يكون احوال مصر في احسن حال ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بتوجه لعمال العرب بصفتي رئيس لجنه الشباب في اتحاد عمال العرب ان ربي يزيح عنهم الغمه وتكون السنه القادمه باذن الله في احسن حال واحسن حال يا رب. اللهم امين. بالنسبه للتكريم اللي تفضل السيد الرئيس بيعطاني وسام العمل من الطبقه الاولى لي، انا قضيت 35 سنه في العمل النقابي، كنت خدوم للعمل النقابي على مدى ال 35 عاما بجانب شغلي الوظيفي. انا موظف في يعني كنت بتاخد الاثنين، يعني كنت بتاخد العمل النقابي وليك شغلك الوظيفي اللي بتقوم بيه، يعني ماشي في الخطين في وقت واحد. بالطبع. انا موظف في احدى شركات قطاع الاعمال العام، وبجانب ان انا منتخب عن العمال في النقابه، فكنت بادي شغل الوظيفي وبادي خدمه العمال على مدى 35 عاما في خدمه العمال و 38 سنه ما شاء الله عمل وظيفي. لو خليني بقى استغل بقى ان احنا داخلين بنهني طبعا اخواتنا واهلينا في مصر بمناسبه عيد القيامه، والتهنئه الاستاذ محمد بدا بيها، يعني بدا بيها قبل كمان تهنئته للعمال، ونسمع حاجه كده تهنئه كده في بدايه فقرتنا اللي هي بتقول يعني ايه مصر. نسمع الأغنية دي. زي ما قلنا هي دي مصر اللي بتسمع فيها ترانيم وأذان، هي دي مصر اللي عمر ما حد هيقدر لا يفرق ما بين مسلميها ومسيحيها. مش بالكلام، مش بنقولها إنه شعار الهلال مع الصليب ده 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 يعني من قديم الأزل، ومحدش ابدا زي ما قلت هيقدر يتلاعب بهويه مصر. فدي كانت تهنئه نبتدي بيها فقرتنا مع حضراتكم. ونرجع بقى للعمل. استاذ محمد حضرتك اصلا مستشار كمان قانوني، ويعني اكيد بالامس حصل مع سياده الرئيس حديث، كان في حديث مطول
وامور كتيره جدا بتتعلق بالعمال في مصر، غير طبعا دايما الاهتمام دلوقتي بان احنا عايزين الايد العامله في مصر تشتغل اكتر، عايزين الشغل يكون اكتر، مش عايزين العمال يستسهلوا ويلجأوا مثلا لوظائف تانية ونسيب العمل للانتاج. يعني ابرز النقاط اللي دارت امبارح واللي حضرتك توقفت عندها. لا بص، هو حضرتك يعني هو المرحله اللي احنا فيها ديت بتحتاج للتكاتف. بس بدايه انا عاوز اشكر الاستاذ محمد سعفان وزير القوى العامله الجديد، لان هو اول ما جه دي شهاده لوجه الله، دخل على قانون العمل وقانون التنظيمات النقابيه باعتبار ان هم دول اللي يهموا العاملين. تمام؟ ليه؟ لان كان من 2011 كانوا كل وزراء القوى العامله متوارثين لقانون عمل تم وضعه بمعرفه الدكتور احمد البورحي. متوارثين؟ كلهم يعني جه الدكتور احمد البرعي. ده موروث ما بيتغيرش؟ لا، جه الدكتور احمد البرعي في 2011 عمل مشروع قانون نقابات وقانون عمل. كان كل وزير قوى عامله بيجي بعديه هو القانون. الاستاذ محمد سعفان لما جه لا، لغى الكلام ده كله وعلى طول شكل لجنه لوضع مشروع قانون التنظيمات النقابيه وقانون العمل. يرضي كل الاطراف. استاذ محمد شكله ايه رايه؟ استاذ محمد ليه تاريخ يعني عمل نضال نقابي 35 سنه صح؟ هو ستك يعني لا اصل لقيت حضرتك بتبتسم. لا انا مبسوط من اخويا فريد طبعا، مبسوط بوجودي معاه. لا سيادتك تطرقتي من الايدي العامله والمصريه وايه الرسائل اللي بعتها لسياده الرئيس. هو سياده الرئيس في خطابه بعت او ارسل لعمال مصر خمس ست رسائل صغيرين جدا جدا جدا. هو دايما كمان بيبقى الخطاب بتاع عيد العمال ده للعمال بوجه خاص وللمصريين، للعمال بوجه خاص وللشعب المصري بوجه عام. الرسائل، لكن هو وجه رساله للعمال ولشعب مصر. رسائل بسيطه جدا جدا. يعني اول رساله وجهها قال انا عايز كلمه صنع في مصر ترجع تاني. معنى ايه كلمه صنع في مصر؟ يعني عايز عماله مصريه طبعا، يعني عايز ايادي مصريه طبعا. النهارده مين اللي حفر قناه السويس؟ مصريين. مين اللي عامل السد العالي؟ مصريين. هو عايز يرجع ديت. عايز يرجع ديت. الراجل الرساله الثانيه اللي بعتها وده 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق الطوارئ بوزاره القوى العامله. ليه؟ ده بقى ليه؟ رقم برضو حلو يعني. وقال يعني شوف لدرجه الرقي، قال دي فلوسكم وانا بديكم فلوسكم، دي فلوس الشعب المصري وبدي فلوس الشعب المصري. ده ليه صندوق الطوارئ؟ للمصانع المتوقفه، للشركات المتوقفه، وضرب مثال وقال السياحه المتوقفه في اسوان والاقصر. حتى في احد الاشخاص رد عليه وقال له والنسيج، قال له كل المصانع والشركات المتوقفه اللي واقفه. الرساله الثالثه تكلم عن الاسعار وارتفاع الاسعار وقال حرام الناس غلابه، حاسس بالشعب وحاسس بالغلبان وحاسس بالفقير. حاولوا تخفيض الاسعار وبلاش هامش الربح الكبير. تمام. بلاش تاخد هامش ربح، بلاش جشع على التجار، بلاش جشع على التجار وبلاش تاخد هامش ربح كبير. وحاولوا تخفيض الاسعار. الرساله الثالثه قال ان انا جبت وزير قطاع اعمال، ودي ليها مدلول وليها معنى كبير. يعني ايه جبت؟ اتاثرتوا بعد يعني طبعا. انا هكمل الرسائل بتاعت الرئيس بس هرجع برضو في دي ليها لسياده المستشار يقول لنا التاثير اللي حصل بعد ما اتلغت وزاره قطاع الاعمال ورجعت تاني، بس ناخد بقيه الرسائل من حضرتك. يعني ايه معنى ان انا جبت وزير قطاع اعمال؟ يعني هيعمل هيكله، وبرضو مش عايز كلمه هيكله دي تتفهم بالمعنى بتاع الداخليه، ان احنا عايزين نعمل هيكله في الداخليه، يعني عايزين نمشي الضباط وعايزين نمشي العساكر وعايزين نفضي الداخليه. معنى هيكله، هيكلة في الآلات، في المعدات، تحديث، تطوير. مش معنى هيكلة ان انا استغنى عن عمالة او اطلع معاشات او لا، معنى هيكلة ان انا اعمل تحديث واعمل تطوير. دي الرسالة. فدي كانت رسائل مبعوثة لعمال مصر وايضا للشعب المصري. انا هستكمل جزئيه من حضرتك، بس خلينا ننوه عن خبر عاجل وقع منذ قليل، انفجار في تركيا. الانفجار ده استهدف مقر للشرطه التركيه، وهذا الانفجار
أسفر عن قتلى ومصابين. هنحاول مع حضراتكم على مدار الساعات القادمة ان احنا نشوف اخر ما توصلت ليه الانباء، هل تم التوصل لمنفذي هذا الانفجار، هي عملية ارهابية، وعدد القتلى والمصابين. وده يعني حصل في اسطنبول النهاردة، وده تم بعد ما تم منع الاحتفال تركيا طبعا الحريات يعني الجميلة في تركيا. عايزين نقول لكم أنه تم منع الاحتفال بأعياد العمال في اسطنبول، تم منع الاحتفال بأعياد العمال في اسطنبول، وبعدها حصل هذا الحادث. ودلوقتي زملائنا في الاعداد بيقولوا لنا انه دلوقتي طبقا لل يعني الاحصائيات انه اسفرت عن مقتل شرطي و13 مصاب حتى الان، وده تم استهدافا لمركز شرطه. ودي الانفجار حصل في مدينه غازي عنتاب، الانفجار حصل في تركيا في مدينه غازي عنتاب، استهدف مركز للشرطه واسفر عن مقتل ضابط شرطه و13 مصاب حتى الان. ويعني طبعا ده حصل الانفجار بعد منع الاحتفالات في تركيا، منع احتفالات اعياد العمال في اسطنبول اليوم. نعود مع حضراتكم مره تانية نستكمل حوارنا. هرجع بقى بس هو تعليق بسيط، من ياوى الارهاب والارهابيين يكوب نارهم. لما تركيا بقى حضرتك عارف مصر خير. ما هو بقى هم يعني يا فندم، ما هو يعني هو قاعد يحضر العفريت يعني، ما لازم يعني طباخ السم بيدوق، لازم يدوق. مصر بخير. احنا طبعا ما بنشمتش في حد خالص، لا يعني مش شمت، بس من يقوى الارهاب والارهابيين يكوى بنارهم. نتمنى السلامه طبعا على وجه الارض، يعني السلام يا رب يعم مصر وتحيا زي ما كان سيادة الرئيس قال في خطابه الأول في الأمم المتحدة، أنه قال تحيا مصر، تحيا بالسلام، وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. نحن شعب عاشق للسلام، لا نتمنى إصابة أي مكروه لأي شخص على وجه الكرة الأرضية. نتمنى طبعا أنه الدول التي تدافع عن الإرهابيين أنها تشوف كيف تتجرع مرارة الإرهاب. ربنا يحفظ الجميع يا رب، يحفظ يا رب، اللهم أمين. نرجع بقى نشوف الـ يعني مدلول أنه سيادة الرئيس قال أنه رجع دلوقتي بقى وزارة قطاع الأعمال. وزارة قطاع الأعمال، إيه الأثار اللي كانت الجانبية أو السلبيات اللي حصلت في الفترة السابقة نتيجة أنه ما كانش فيه وزارة لقطاع الأعمال؟ لا، هو حضرتك كان في وزارة لقطاع الأعمال، ودي تم إنشائها عقب صدور القانون 203 لسنة 91. تمام. إنما جت من 2011 تم إلغائها. تم إلغاء وزارة القطاع، واستبدلوها بوزارة الاستثمار. تمام. وهذه الوزارة للأسف لم تستطيع حل مشاكل شركات قطاع الأعمال. تمام. وإنما برجوع وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى، دي هتعمل انتعاش وهتبتدي تشغل الشركات الراكضة، شركات قطاع الأعمال. خاصة أن الوزير والرئيس أكدوا لا عودة للخصاصة، يعني ما تتفهمش أن هم لو زي ما حصل في شركات كتير في جدا وصدناوي وعمر أفندي وباعت وقفلت، لا الوزارة رجعت وهترجع تهيكل الشركات تاني وهترجع تشغلها وتمولها. وأنا هنا أود بعد إذن حضرتك أود أن البنوك يكون لها دور، البنوك يعني المصريه، البنوك المصريه، يعني البنوك المصريه اللي قامت في عهد طلعت حرب وانشئت في ظل شركات كبرى ضخمه. البنوك النهارده اصبح دورها مقصور على سلع استهلاكيه. لا، انا نفسي البنوك برضو تساعد الرئيس وتساعد الدوله ان هي عن طريق الخبراء الاقتصاديين تشارك في في في, في الشركات دي وتمولها وتمول الصناعات المصريه، ليه؟ عشان نرجع شعار صنع في مصر. انما البنوك ما يبقاش دورها قاصر على سلع استفزازيه، لا، او ان انا مثلا ببدي قروض او كده. بص حضرتك، يعني البنوك في السنوات الاخيره دي كلها بقت كلها حاجات استهلاكيه عربيه. احنا عندنا الحمد لله بنك مصر حصل فيه تطوير كبير جدا، والبنك الاهلي. لا، احنا عاوزين البنوك حضرتك يبقى ليها دور في الشركات دي، تشارك معاهم، عايزين نسأل بقى الشركات دي. استاذ محمد، بما انه من العاملين في شركات قطاع الاعمال، يعني لما جه وزير قطاع الاعمال تولى مهمته، يعني يمكن في اول يوم تولى فيه الوزاره كنا احنا مصبح عليه هنا في البرنامج، وانا كنت بساله عن شركات قطاع الاعمال. انا من الناس اللي شايفه ومقتنعه عن قناعه كمواطنه مصريه انه الحل
للتصدي لجشع المستثمرين او لانخفاض معدلات الانتاج، انه شركات قطاع الاعمال هي البديل الامثل للدوله علشان نخلق حاله توازن في السوق المصري. وحضرتك ليك باع طويل جدا وعملت في شركات قطاع الاعمال لمده 38 سنه. بس التاثير اللي حصل في شركات قطاع الاعمال في الفتره اللي فاتت وخلى الوضع يتردد، ومنها كمان شركات الادويه، يعني يمكن اخص بالذكر الشركات دي لانها شركات هامه في ظل ان احنا استراتيجيه طبعا مهمه يعني في الدوله، امن قومي. هو سيادتك زي ما قلت اتعملت شركات قطاع الاعمال عشان تعمل توازن في السوق. يعني الغرض من انشاء شركات قطاع الاعمال انها تعمل توازن في السوق. ايه اللي حصل في شركات قطاع الاعمال؟ شركات قطاع الاعمال العامه من 52 من ايام عبد الناصر لما امم الشركات وي 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 ونفس الشركات موجوده على حالها، حصلهاش اي تطوير، مفيش تطوير، مفيش تحديث، ماكينات زي ما هي، العامل زي ما هو. النهارده بقينا في عصر تكنولوجيا وفي عصر الكترونيات وي وي، لكن انا مش عايزه اقطع حضرتك، بس انا اسفه جدا، معانا مداخله على التليفون، ممكن اخدها؟ انا حظي كل ما اتكلم هم الاعداد. لا الاعداد هو اللي مستقصد حضرتك، هم اللي عاملين المؤامره دي. عموما احنا بس هنستاذن حضرتك، احنا بس معانا مداخله هاتفيه من الاستاذه نعمات قمر، وهي احدى المكرمات بالامس تم تكريمها طبعا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه الاحتفال باعياد العمال. استاذه نعمات صباح الفل وكل سنه وانت طيبه والف مبروك على التكريم. ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، الحمد لله ربنا اراد خدت حقي تكريمي من رئيس محترم زي الرئيس السيسي. خدتي حقك، انت كنت حاسه ان حقك ضايع؟ ايوه كنت مظلومه، فعايز اعيش على في الهادي والسيد راسي. انا نقابيه قديمه. اربع دورات متتاليه و20 سنه في العمل النقابي، وبعدها مجالس محليات ومجالس نواب، يعني الحمد لله وانا عضو في مجلس نواب حاليا. طيب الحمد لله، فانت حاسه ان التكريم ده رد لك جزء من حقك اللي كان ضايع على مدار السنين اللي فاتت، يعني في كل حاجه، في كل حاجه حتى في الانتخابات النزيهه. طيب بتفكري بقى في ايه بقى جاي بعد التكريم؟ طبعا احنا بننظر نظره بقى ان ندعو لكل عامل في مصر ايه من قبل مصر ان يعني العمل والانتاج، العمل والانتاج، واطلب من وزير قطاع الاعمال هيكله وتطوير شركات قطاع الاعمال لتحقق ارباحا مجزيه. لابد نظره مستقبليه لصالح العمال ولصالح البلد ولصالح الوطن. احنا كمان اكيد بكل تاكيد بنضم صوتنا لحضرتك وبنقول لك الف مبروك، وبنتمنى كمصريين عوده شركات قطاع الاعمال يعني لمجدها مره ثانيه. بشكرك جدا استاذه نعمات قمر، يعني كانت من الناس اللي ليها تاريخ طويل جدا في العمل النقابي، وتم تكريمها بالامس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه احتفاليات عيد العمال. نرجع بقى لحضرتك ثاني وشركات قطاع الاعمال. زي ما كنت بكلم حضرتك ان ايه اللي حصل في شركات قطاع الاعمال العام؟ عدم التحديث وعدم التطوير، ماكينات تهلكت، تحديث ما كانش فيها تطوير، ما كانش فيه تثقيف للعامل وتدريب للعامل واعاده هيكله للعامل. يعني دي كانت داخل في 60 سنه يا استاذ مهام. بالظبط في عندنا ماكينات في مصانع النسيج وفي حديد والصلب وفي المواسير وفي مصانع وشركات كتيره جدا ما حصلش فيها تطوير وما حصلش فيها تحديث. ده اللي وقع شركات قطاع الاعمال العام. تمام. النهارده لما يجيب معالي رئيس الجمهوريه وزير لقطاع الاعمال، تعالى بص بقى لقطاع الاعمال. بجانب عايز في صنع في مصر دوت معادين، جدد وانتج وطلع وصنع في مصر. حضرتك شايف انه المبلغ اللي تم منحه من صندوق تحيا مصر، وحضرتك قلت انه السيد الرئيس قال دي مش فلوسي، ما بدكوش حاجه من عندي، دي فلوس المصريين ورجع تاني للمصريين، ده هيساهم بشكل كبير جدا في انه يحقق يعني التطور اللي حضرتك كنت بتطمح ليه على مدار السنين اللي فاتت؟ هل كان نقص التطور ده ان احنا ما عندناش فلوس؟ لا، هو المبلغ مش للتطور، المبلغ اللي ده معالي رئيس الجمهوريه الوزاره القوى العامه مش للتطور. المبلغ للمصانع اللي متوقفه او المصانع اللي حصلت ليها ظروف، ان احنا نعيد تشغيلها مره ثانيه، ان احنا نعيد تشغيلها وبندفع تعويضات لعمالها. النهارده لو في مستثمر لاي ظرف من الظروف ساب العمال ومشي،
قفل المصنع ومشي. انا بعوض الصندوق ده مع بعوض يعني ده انا كده بدفع اجورهم بامن اصحاب الشركات اللي هتتوقف ان حقوق العمال وده ما كانش موجود قبل كده. هو كان موجود صندوق طارئ بس للاسف ما كانش بيستغل بالطريقه الصح والطريقه المصر. هنشوف كان بيستغل ازاي بس نروح. برحب بيك مره ثانيه. برحب بحضرتك بسياده المستشار فريد ابراهيم الازهري المستشار القانوني في النقابات العماليه باتحاد عمال مصر، وايضا طبعا زي ما قلنا انه والده طبعا كان رئيس النقابه العمل للكيماويات وامين عام اتحاد نقابات مصر، فعيلة لها باع طويل جدا في العمل النقابي. استاذ محمد كان بيقول لا انه العمل النقابي انه كان يعني حريص انه بيجمع ما بين العمل النقابي. هو ده يمكن مثال جميل جدا ان انت تبقى حريص على ان انت يبقى ليك العمل النقابي وان انت تطالب بحقوق العمال وتجتهد في ده، لكن كمان هو كان حريص ان هو يجتهد في عمله الوظيفي فيجمع ما بين العمل النقابي والعمل الوظيفي يعني الانتاج والدفاع عن الحقوق. فالاثنين مع بعض يعني مزيج كويس. هرجع بقى لمستشار فريد، حضرتك علقت على الجزئيه بتاعت قطاع الاعمال وقلت انه الفلوس الرئيس امبارح قال انها تخرج من صندوق تحيا مصر دي عشان تضيف امان لاصحاب الشركات او اصحاب المصانع اللي اتقفلت وايضا العاملين اللي ممكن ما يلاقوش اجور ويتم تسريح العاملين. بالظبط. الخصخصه اضرتنا كتير قوي يا سياده المستشار، يعني يمكن قرارات الخصخصه لم تكن قرارات صائبه على مصر، اضرت بالعامل واضرت بشركات قطاع الاعمال برضو، ولا حضرتك يعني لا شايف انها كانت في توقيتها كانت لا, لا 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 الخصخصه قادت على صناعات مصريه لصالح اصحاب مصالح خاصه في وقتها، وقادت على عماله مصريه كتيره مهره باكذوبه المعاش المبكر. يعني انا شفت نماذج قدامي، كان موظف مثلا بيبقى شغال في شركه فيديله مثلا 35 50000 جنيه ويقول له اطلع معاش ويمشي عشان شركه تتخصص. تمام. ياخدهم بقى يشتغل بيهم اي شغلانه، اللي يروح يجيب تاكسي يجيب توك توك يجيب اي حاجه وخلاص وخلصت وما بينتجش بعد كده. وبعد كده بيشحت لان بعد كده بيبقى معاشه 300 400 جنيه وبعد ما خد المبلغ اللي ما كملش المده التامينيه فبالتالي بقى معاشه منخفض بقى يشحت. ما هو حضرتك لابد لكي يتواكب مع تطوير شركات قطاع الاعمال ثلاث حاجات. واحد، خفض الطاقه للشركات. ليه؟ لان في شركات النهارده لما انشئت زي مثلا مجمع الالومنيوم بنجع حمادي لما انشئ على الطاقه الزايده من السد العالي. ده كان صرح. تمام. النهارده حضرتك وشركه الحديد والصلب النهارده سعر الطاقه بقى عالي فبقت التكلفة المنتج عاليه. ادي واحد، فلازم اخفض سعر الطاقه للشركات. اتنين، احمي الصناعه المصريه. يعني لما نيجي مثلا صرح كبير زي شركه المحله شركه المحله النهارده بتنحضر ودايما في طلبات وشكاوي من عمال المحله بالذات. ما انا عاوز اقول لحضرتك ليه المحله انتاجها عالي جدا. تمام. نتيجه ان هو القطن بقى يتصدر طويل التيله اللي كانت بتقوم عليه الصناعه. اتنين، انا ما عرفتش احمي الصناعه المصريه. ما هو انا لابد يعني كل ما اروح اسافر بره ادخل اشتري فوطه ولا بشكير لو صدفت يعني المحلة. الاقيها صنع في مصر تمام. في فرنسا صنع في مصر. تمام. ليه القطن المصري معروف والصناعه المصريه معروف، بس احنا هنا للاسف مش عارفين نحمي الصناعه المصريه. وشركات قطاع الاعمال ما كانتش يتخفض الطاقه وتحمي الصناعه المصريه من سياسه الاغراق ان انا ما يجيش عندي البديل اللي بره ادخله اما يخش هنا يبقى ارخص. لا، انا لابد طالما عندي حاجه انا بصنعها احمي الصناعه المصريه. النقطه الثالثه عشان ما نرجعش تاني لاكذوبه المعاش المبكر، وحضرتك بتقولي العماله اللي بتقف كل شويه، لابد من تثقيف العماله. تثقيف العماله ليه؟ انا اما اتثقف النهارده واعرف العماله مش النقابيين، اعرف النهارده ايه اللي ليا وايه اللي عليا وايه حدودي وايه حقي القانوني. تمام. انا النهارده حضرتك هقدر احافظ على المنتج واشتغل، وبالتالي مش هيضحك عليا مره تانية تحت اي ظرف باي حاجه زي اكذوبه المعاش المبكر عشان اقدر احافظ على الصناعه بتاعتي دي. تمام. لان اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده مش هيشمل المحله بس، لا، ده مع الوقت هيشمل شركات الدواء. طب انا شفت في النقطه دي بتاعت الطاقه اللي حضرتك بتتكلم عنها استاذ محمد، يعني كان في من وقت قريب من اشهر
كان سيادة الرئيس كان بيفتتح المرحلة الثالثة لمجمع الكيماويات نصر الكيماويات اللي موجود في طريق الفيوم، وتم عمل تقنية جديدة جدا انه المصنع كمان يغذي نفسه بالطاقة النظيفة من البخار الناتج عن حرق مخلفات الصناعة، وطبعا فيها بقى الانتاج بقى الفوسفات الثلاثي والسماد، وبقى صرح كبير جدا يعني مجمع كامل للصناعات. حضرتك يعني بتشوف ان ده يحصل كمثال وتوجه من الدولة عشان نخفض الجزء المتعلق بالطاقة استهلاك الطاقة اللي كان سيادة المستشار بيقول عليه ده اللي سيادتك اتكلمنا فيه. احنا قلنا مصنع الالومنيا انشأ عشان ياخد الطاقة الزايدة من السد العالي، تمام. اصبح النهارده ده بقينا في عصر تطور وفي عصر تكنولوجيا وفي عصر حديث خالص. انتهى بقى خلاص الطاقة الزيادة. النهارده الرئيس لما بيفتتح قال المصنع يعتمد على الالكترونيات وعلى يوفر طاقته. انا ما حدثتش مصنع الالومنيوم من ساعه هي مش كمان يوفر طاقته، بيوفر طاقه صديقه للبيئه، نظيفه تحافظ على العامل برضه، لانه بيفتتح حاجه جديده منقاه بتكنولوجيا حديثه بعدد ادوات كلها الكترون واوتوماتيك، تمام. فالنهارده انا ما حدثتش مصنع الالومنيوم، اتخلق عشان ياخد الطاقه الزايده وما زال معتمد على الطاقه اللي جايه من السد العالي. طب فين التحديث؟ فين التطوير؟ ما المكان ده اللي ده برضه من اللي حصل، ان ما كانش فيه وزاره، ما كانش فيه وزاره، وحتى لو كان فيه وزاره ما كانش فيه تحديث وما كانش فيه تطوير. فايه الوزير بيجي المصنع زي ما هو، الماكينات زي ما هي اللي بقى لها 60 سنه و50 سنه مصانع النسيج بتقول اهو ناجح حمادي بقى له معتمد على السد العالي، ما زال مع انه صرح عملاق يعني. راح وزير ومشي وزير وجه وزير وما زال ان هو احنا معتمدين على مصنع الالومنيا دوت عشان بياخد الطاقه الزايده من السد العالي. فين انت ارائك وفين فكرك وفين تحديثك وفين تطويرك؟ مفيش. انا بس كنت هتدخل في كلمه بتاع مع الاستاذ فريد بالنسبه للمعاش المباكر. احنا كنا معترضين كاتحاد عام على الخاص، على فكره نقابه اصحاب المعاشات نفسهم لما نورنا في حلقه هنا في البرنامج قال انا معترض ان الناس بتضحي بالمعاش وتبقى عايزه تطلع معاش مباكر. بالظبط، واحنا اعترضنا على الخصخصه بكل الطرق، بس في ناس قبلت، وكنا ما حاول سيادتك وناس كانت بتدور تطلع يا استاذ محمد، حاول سيادتك وكنا نزلنا لعمالنا في المصانع وفي الشركات ونبهناهم من خطوره المعاش المبكر، الا ان العامل غلبان كان في وقتها لاقي 35000 و40000 انه هيخرج ويلاقيهم في ايده ما بيعملوش حاجه. ما للاسف خدهم جوز بيهم البنت او جاب بيهم ثلاجه وبوتاجاز في البيت او عمل البيت دهنه بياضه وضاعت الفلوس، انضحك عليه او استغلوا ظروفه وضاعت الفلوس واتبقى المعاش 300 400 جنيه اللي ما النهارده ما يجيبوش. هو بقى بيقعد بقى بعد كده يشتكي ويقول ان معاشه قليل معاش وانه مش مكفي. ما احنا نزلنا ونبهنا وحذرنا من خطوره المعاش المبكر للمستقبل، بس كده خلاص سياده الرئيس امبارح قال لا خصخصه، مفيش حاجه اسمها خصخصه تاني، مفيش حاجه اسمها خصخصه، مفيش حاجه اسمها خصخصه، ده قطع بات يعني قرار نهائي وبات لا خصخصه لقطاع الاعمال العام. وانا جبت لكم وزير يعظم قطاع الاعمال العام يحقق ارباح، وعايز اشوف قطاع الاعمال العام بيحقق ارباح. طيب كان في برضو من المصانع اللي كانت بتجي لنا شكاوى كتير جدا، كان مصانع النسيج اللي موجوده في شبرا الخيمه والمنطقه بتاعه المصانع، كان فيها كم مصانع رهيبه جدا وكان فيها حجم كبير جدا من العمال بيشتغلوا فيها، لكن حصل لها تدهور في خلال العشر سنين اللي فاتوا يعني مش طبيعي، ومعظم العمال معلش عشان انا عارفه ان حضرتك مستشار قانوني يعني اللي احنا قابلناهم حتى كانوا بيتنازلوا عن حقهم القانوني مقابل الفلوس يا استاذ محمد. ما هذه برضو سيادتك من ضمن المشاكل ثقافه، قلنا زي ما قال الاستاذ فريد لابد من التدريب، مش تدريب النقابي، تدريب العامل. يعني هي وقتها ما كانش في اجبار من الدوله الناس تسيب المصانع وتمشي، هم اللي كانوا بيبقوا عايزين يمشوا، هم اللي كانوا بيمشوا بيجيبوا وسايط عشان دي حاجه. الحاجه الثانيه قلنا اصدار قانون عمل موحد يحفظ حقوق العمال، تمام. المفروض انه في عمل على مسوده القانون، لابد من اصدار بقى التشريع. احنا يعني بطالب اخواتي الزملاء اللي موجودين في البرلمان بسرعه اصدار تشريع قانون العمل الموحد يحفظ حق العامل ويديله حقوقه ويؤدي واجباته، يحفظ حق صاحب العمل ويديله حقوقه ويؤدي واجباته، تمام. انت تقدم تاخد حقوقك من العامل وتديله حقوقه،
طب كان في دعوات انه يبقى في نظام الحساب على العمل اللي هو زي ما بتعمل بره بالساعه، الاجر مقابل الانتاج. بالظبط الاجر. حضرتك كنت موافق يا استاذ؟ لا 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 مش موافق. سياده المستشار مش موافق. لا 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 في المرحله الحاليه ما ينفعش. لا 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 ما ينفعش المرحله الحاليه ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ انا النهارده في شركات كم شركات عندها انا كعامل انا حنتج بس المخازن متكدسه. طب نسال الناس يعني لو حد بس ممكن نتواصل على التواصل الاجتماعي او على التليفون، لو تم احتساب الاجر مقابل الانتاج هل هتقبلوا ان الاجر يكون مقابل الانتاج؟ طب انت هتشتغل هتاخد. لا خليني الحوافز مقابل الانتاج. حول ذاتك. الناس هتقول ايه؟ انا النهارده موجود اديني هات لي شغل ونشتغل. بس لكن النهارده خامات مش موجوده، ماكينات متهالكه، مفيش تحديث. طب انت هتربط لي الاجر؟ انا موجود باجي الصبح الساعه 8 وبمشي الساعه 2 او الساعه 3 او الساعه 4 مواعيد عملي الرسميه المحدده في قانون العمل. فانت شايف انه تهالك المصانع او الشركات ما يخليش ان يبقى الاجر مقابل الانتاج. العامل ذنبه ايه؟ العامل قاعد على مكانته ملتزم بالثمان ساعات العمل. ده زلقاها شغاله. ما احنا بنقول بقى هو انا بتكلم على ذنب وفرة. بتكلم على ذنب العامل ايه؟ انا قاعد وفر لي خامه المكنه بتاعتي تبقى شغاله ال 24 ساعه بدون عطل وبدون بدون بدون هنتج لك. طب مستشار فريد ده لو ده حصل، لو ده حصل يبقى اربط، انما ما تجيش نقص في الماده الخام، عطل في الماكينات والمعدات، اي عوامل ما تجيش. اهم حاجه احنا نسيناها الاداره المتخصصه الفاهمه. طب انا احط قانون ينظم؟ حضرتك قلت لي واحنا في الفاصل قلت استماره 6 طبقا للمسوده الجديده اللي بتتعمل، ان مش هيبقى فيه استماره 6. مش هيبقى فيه استماره 6 وهتبقى الاستقاله كمان هتتم عن طريق مكتب العمل. ليه؟ لان هم رجال اعمال بيمضوا على ايصال امانه، بيمضوا على استماره 6، بيمضوا على استقاله غير مترخه. تمام؟ طبعاً. مشروع قانون العمل الجديد قضى على الثلاثه دول، بس لابد بعد كده يعقبها حاجه. تمام. نخلي بال حضرتك. لا فضل. لابد يعقبها ان مكاتب العمل تنزل تفتيش مفاجئ، بمعنى تفتيش مفاجئ على ما دي بقى عايزه رقابه. عاوزه رقابه بعد كده. ان انا مكاتب العمل تنزل تفتيش مفاجئ على الشركات، تفتيش مفاجئ مش قبليه يبقوا عارفين على صاحب العمل مرتبين. عايزه رقابه بضمير. نقصد رقابه بضمير. رقابه بضمير. ما انزلش افتش ولا مديله تليفون. انا جاي هقول له انا جاي لك الساعه كذا. ويطلبوا ملفات عشوائيه للعاملين يبصوا اللي فيها استماره. ما هي كلها بتبقى منظومه واحده يا استاذ فريد. يعني ما هو لازم انه العامل بيشتغل، فالعامل بينتج، فالعامل من حقه ياخد حقه. بالظبط. تمام. بس وفرين الماده الخام. انا من حقي مكتب العمل يجيب لي حقي يحميني وما يتعاونش مع صاحب المنشاه. ولا يتعاون ولا عايزينه يتعاون مع العامل. عايزين ولا يتعاون مع العامل. عايزين يبقى هناك في توازي، كل فرد من المنظومه ياخد حقه. طيب هل ابتديتوا مثلا في النقابات تشتغلوا او تتواصلوا مثلا مع في الوزارات المعنيه اللي بيحضروا قانون العمل الجديد، تدوا ارائكم، تدوا توصيات، تبعتوا نموذج مثلا او مسوده صغيره، يعني عشان نضمن يعني المفروض النقابات ليها دور. وزير القوى العامله عمل كذا اجتماع وناقش قانون العمل في وجود النقابات اتحاد عمال مصر وفي وجود اصحاب الاعمال، بقت الحكومه واصحاب الاعمال والعمال. طب حلو. وناقشوا على كل مدار الاطراف اهي. وناقشوا الأطراف على مدار اكتر من 10 جلسات. طب حلو. ولابد ان يتم التوافق ما بين الحكومات وبين اصحاب الاعمال وبين العمال، عشان هم كلهم بيشتغلوا في منظومه. وزي ما قلت لسيادتك ما فيش حد يجور على حد، انت تاخد حقك. طب الطرح اللي تم تقديمه الطرح يعني انا شايف ان في قانون عمل هيطلع متوازن ما بين العامل وبين صاحب العمل. متوازن ما بين العمال وبين صاحب الاعمال. تمام. ده بياخد حقه وده هياخد حقه. فده كده بس حق. احنا بنناشد عمال مصر بالالتزام. طب احنا معانا حد محمد من اسكندريه وبيقول لي زمان في الكنترول عندي مشكله. طب ماشي نسمعه. محمد من اسكندريه، صباح الفل يا محمد. قول يا استاذ. ازيك؟ الله يخليك. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت بتقولي زمايلنا عندك مشكله. ايوه والله عندنا مشكله في اسكندريه. طب ارجع لنا تاني او حاولوا تكلموه، بيقول عنده مشكله في اسكندريه. بس محمد معلش ارجع لنا تاني. طيب هو محمد قال زمايلنا في الكنترول انه في مصنع غزل في اسكندريه كان فيه 5000 عامل واتقفل. ليه؟ ما انا بس عندكم بلاغ عن مصنع. لا مصنع ايه واتقفل ليه؟
ما هو الاغلاق دوت بعد اذن حضرتك الاغلاق نظمه قانون العمل، يعني ما ينفعش مستثمر او صاحب عمل منه لنفسه ان هو يغلق. لا طب احنا بنناشد بس محمد ترجع لنا تاني. هل الاغلاق قانونيا اتبعت ولا لا؟ عايزين نعرف بس المصنع اللي اتقفل السبب ايه؟ بس على فكره ده حصل، بس كانت شركات تركيه في شرم الشيخ. هندي؟ لا دي انا كنت موجوده في شرم الشيخ وقت ما حصل بعد حادثه الطائره الروسيه على طول. تمام. كان في شركات تركيه كانت ماسكه فندق في شرم الشيخ، وبعد الحادثه على طول في اول اسبوع بعد الحادثه تم تسريح العاملين في الفندق من قبل الشركه، وكان في هناك تظاهره نظمها برضو العاملين وما قدروش يوصلوا لاي حق ولا باطل مع الشركه التركيه، مع الاسف ان هم كانوا مخدوعين بالعقد اللي هم مضوا عليه. ما دي الظروف، دي الظروف بقى الطارئه اللي فلوسها راحت لصندوق طوارئ عشان يستلف في الظروف الطارئه. يعني دي الفلوس خرجت عشان الموضوع ده امبارح، عشان خاطر، مش عشان خاطر الموضوع امبارح، يعني ده جزء منه امبارح، ده جزء منه، جزء منه اللي تطرق منه السيد الرئيس وقال للسياحه. يعني هو ذكر واكد على السياحه. طب ده بشرى يعني بتطمن برضو بيها. دي حاله بقى، يعني دي حاله طارئه، دي حاله طارئه. بس كان في جزئيه دي اللي انا عايزه استاذ فريد يرد عليها، ازاي انا بامن نفسي انا في شركه بالعقد يا استاذ فريد؟ ما هو انت، هو ممكن يتلاعب بيا بالعقد وانا امضي عليه وما اقدرش ان انا اخد حقي من الشركه. ما هو عشان كده حضرتك لازم عقود العمل تتراجع عن طريق مكتب العمل، لازم مكتب العمل والتنظيم النقابي. يعني انا الود ودي تبقى العقود العمل عقود ثلاثيه، يبقى فيها التنظيم النقابي كضامن للعامل وفيها صاحب العمل ومكتب العمل. طب حضرتك ليه ما اشرتش بالراي ده ينضم ضمن قانون العمل؟ ده عاوزه حضرتك. موجود. موجود. لا موجود في القانون الجديد. موجود في القانون الجديد. طب الحمد لله. واحنا عاوزين في قانون العمل الجديد نوفر، بص حضرتك، نوفر الضمان والحمايه للعامل. بمعنى ما ينفعش انا افضل شغال 10 سنين عقد مؤقت، لا. طب ما انا كده حتى مش هيبقى عندي انتماء للمكان. لا اصلا ده لو في بس برضو اماكن برضو، يعني احنا عايزين، مش يعني احنا مش بنلوم الناس، بس برضو في اماكن احيانا ممكن يقعدك لا بثلاث اربع ست شهور ولحد سنه بتتدرب بس. ماشي، ما فيش عقد. ماشي 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 ماشي. وفي بيشغلوا بدون عقد. انت معايا حضرتك؟ تمام. وفي بيشغل بنظام اليوميه. تمام. وفي اي لحظه يمشيني انا، ما عشان كده بقول لحضرتك. بس انا هاخد الخلاصه ان يعني احنا مع الاسف طبعا عشان وقتنا، انه استاذ محمد انا عارفه انه طبعا يعني ناشط في العمل النقابي وحضرتك الجزء القانوني. تمام. يمكن بشرنا قال انه القانون اللي تم طرحه وكان فيه جزء كبير منه حوار مجتمعي وتواصل. تمام. ما بين الجهات المعنيه كلها، يعني قال ان القانون باذن الله لما يخرج للنور هيبقى قانون متوازن بيضمن حق اصحاب الاعمال وايضا صاحب العمل وصاحب العمل، وانه اهو الحمد لله هنبتدي نتابع مع حضراتكم، لان انا يعني بتمنى من كل قلبي ان شركات قطاع الاعمال تزدهر اكتر واكتر واكتر في مصر. هي يعني السبيل الوحيد لخلق التوازن في السوق والقضاء على جشع بقى المستثمرين او التجار هو شركات قطاع الاعمال، وان احنا نهتم بالعامل المصري اللي احنا بنقول له تعظيم تحيه وكل سنه وانت طيب، وتبني وتدي وتاخد حقك تدي بلدك حقها. انا بشكر طبعا حضرتك جدا سياده المستشار فريد ابراهيم الازهري المستشار القانوني في النقابات العماليه باتحاد عمال مصر، وايضا بوجه التحيه لوالد حضرتك الاستاذ ابراهيم الازهري رئيس النقابه العامه للكيماويات وامين عام اتحاد نقابات مصر الاسبق. طبعا كل سنه وانت طيب، وكنا بنتمنى ان هو ينورنا وربنا يشفيه ويعافيه يا رب باذن الله. بشكر ضيفي اللي نورني الاستاذ محمد عبد ربه نائب اول رئيس النقابه العامه لعمال التجاره، نورتنا وكل سنه وحضرتك طيب. انا ما شفتش الاوسمه بس يعني في لقطه كده سريعا قبل ما نقفل شوفها، عشان ما شفتهاش، انا عارفه ان حضراتكم كنتوا جايبينها. ده وسام العمل، ده وسام العمل من الطبقة الأولى، من الطبقة الأولى، وده طبعا تم تكريمكم بالأمس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع شهادة تقدير وشهادة تقدير كمان. تمام. يعني اكيد بيبقى رائع وجميل ان انت تحس ان طبعاً بلدك طبعاً بتهتم بيك وبتقدرك وبتقول لك طول ما انت بتنتج وبتبني، وعليها التوقيع طبعا الشخصي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووسام مبروك عليكم، كل سنه طيبين، مزيد يا رب من النجاح، كل سنه ومصر كلها طيبه وبخير واحتفالات واعياد. نورتوني يعني اخواتنا واهلينا في مصر، عيد القيم المجيد، كل سنه طيبين، ربنا يجعله يوم سعيد عليكم يا رب بالخير. عمال مصر كل سنه وانتم طيبين، دايما تبنوا دايما تدوا.
انكم تاخدوا حقكم وتدوا حقكم لبلدكم. كده النهارده هكون معاكم خلصت، تحياتي ليكم اسماء مصطفى. بعد الفاصل هكمل معاكم نهار جديد، زميلتي داليا اشرف.